حسين، يعني بريطانيا on standby كما يقال، يعني هي على أهبة الاستعداد الآن لإجلاء الرعاية من لبنان. الحكومة البريطانية بالفعل صعدت من إجراءاتها فيما يخص أي عملية إجلاء محتملة ودعم الرعاية البريطانيين المتواجدين الآن في لبنان. هي وضعت خطة إجلاء محتملة إن اضطرت إلى المشاركة فيها. قد تكون هذه العملية على غرار عملية الإجلاء التي قامت بها بريطانيا في حرب عام 2006، عندما شاركت طائرات سلاح الجو الملكي والسفن الحربية في عملية إجلاء وصفت آنذاك بأنها أكبر عملية إجلاء تشارك فيها بريطانيا. وزير الخارجية ديفيد لامي على مدار الأيام القليلة الماضية حذر مرارا وتكرارا من وجوب مغادرة لبنان أو من وجوب مغادرة الرعاية البريطانيين لبنان. قبل عدة ساعات فقط أعاد نشر نفس التحذير على منصته أو على صفحته على منصة أكس. قال ل16,000 بريطاني الموجودين الآن في لبنان أن عليهم المغادرة طالما هناك طيران مدني يستطيعون يعني استخدامه من أجل الخروج، علما طبعا حسين بأن الخطوط الجوية البريطانية أوقفت رحلتها إلى لبنان منذ سنوات وهي لا تسافر إلى بيروت، وبالتالي هي توجه الرعاية البريطانيين إلى استخدام طيران مدني أو ما هو متاح من الطائرات المدنية من أجل الخروج. طبعا قالت الخارجية بأنها تدرك أن منافذ الخروج من لبنان سوف تتأثر في حال تفجر الوضع حقيقة في المنطقة، وبالتالي هي طلبت من الرعاية البريطانيين عدم السفر أيضا إلى لبنان. وزير الخارجية قال بأن تطورات الوضع الأمني في لبنان متسارعة بشكل كبير. أيضا طبعا هناك إرسال من الخارجية البريطانية للمزيد من الموظفين إلى لبنان، سواء كانوا مسؤولين قنصليين سيدعمون موظفي السفارة أو قوات حرس حدود أو قوات حدودية، وذلك من أجل المشاركة في الجانب التشغيلي لأي عملية إجلاء قد تضطر بريطانيا لها، طبعا مع وجود يعني سفن حربية بريطانية قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط استعدادا لهذه العملية، عملية الإجلاء المحتملة. طيب.